الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. كلمة اليوم عن الامتحان الكبير، وأعني بالامتحان الكبير الامتحان الحقيقي، في مراحل مراتب الدنيوية، ولا أقصد بالامتحان اللي راح يكون يوم الجمعة، ولا أقصد بالامتحان اللي قبل أخوي عبد الإله صلى الله عليه وسلم، بل أشهد أن نوفقه وأخوانه ونوفق كل إنسان داخل الامتحان. الامتحان الذي أقصده، نحن في هذه الحياة في معهد مهني من نوع خاص من نوع غريب. المعاهد أو المدارس أو الجامعات التي نعرفها ندرس ونتعلم ثم نختبر، ولكن نحن في هذه الحياة ندرس ونختبر في آن واحد، هذا شيء. الشيء الثاني، ندرس ونختبر على طول فترة حياتنا، بمجرد عيشنا فنحن ندرس ونتعلم ونختبر ونمتحن. فهناك من يمتحن بذكائه، وهناك من يمتحن بغبائه، وهناك من يمتحن بفقره، وهناك من يمتحن بغناه، وهناك من يمتحن بجماله، وهناك من يمتحن بقبحه. اختبارات غريبة، تفضل. اختبارات غريبة، اختبار ناجح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ما في مشكلة. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. باختصار عشان الوقت راح، بنتكلم اليوم عن الامتحان الكبير وماذا يعني الامتحان الكبير. نحن في هذه الحياة احبتي في معهد مهني، او في معهد مهني من نوع خاص وفريد وغريب. الفرق بينه وبين المعاهد أو الجامعات أو المدارس التي نعرفها أو الامتحانات، أن جميع المدارس التي مرنا بها ندرس ونتعلم ثم نختبر، ولكن نحن في هذه الحياة وفي هذا المعهد ندرس ونختبر في آن واحد، هذا شيء. الشيء الثاني، نحن نتعلم ونختبر على طول مدى حياتنا التي نعيشها. فهناك منهم ممتحن بذكائه، وهناك منهم ممتحن بغبائه، وهناك ممتحن بماله، وهناك ممتحن بغناه، وهناك ممتحن بفكره، وهناك منهم ممتحن بهدوئه. جميع هذه الأمور وجميع هذه الاختبارات الفريدة والغريبة نحن مطالبين أن نجتازها، ومطالبين أن ننجح في هذا الاختبار. فمن نجح وفاز فله الجنة، ومن خاب وخسر وهلك فله النار. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، المشكلة في هذا الامتحان الذي نقع فيه أننا لا نعرف متى ينتهي هذا الامتحان، ولا نعرف متى تسحب أوراق الإجابات. وفي لحظة من اللحظات عندما تسحب الإجابات، كثير من الناس يطلبون مهلة لو دقيقة، وبعضهم يطلب نصف ساعة، وبعضهم يطلب ساعة، ولكن قضى الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. يقول الله سبحانه وتعالى، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحبتي، وصايا أخيرة قبل أن أختم، يجب أن نعلم أنفسنا ونثقف أنفسنا كيف نعرف مواطن الخطأ والصواب، نصحح الصواب ونعدله، والخطأ نبتعد عنه ونتجنبه. الشيء الثاني، لا بد أن نجاهد أنفسنا على كبح الشهوات والرغبات. الشيء الثاني، لا بد أن نختار الصديق والحبيب الذي فجليسك من صدقك في قوله، وليس جليسك من صدقك في قولك. الشيء الأخير، لابد أن نبتعد عن الناس الذين يستهترون بالامتحان، ونندمج ونضم مع الناس الذين يشعرون بقيمة هذا الامتحان الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الناجحين ومن المقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.